علشان خاطر ايه؟ فطبعا هو كده انت عندك الواضح طبعا السبب هنا العمود الذهبي مش عارف اقول ايه. الازهر الاسود الشقه كلها كده. العمود ده هو بس المشكله ان احنا نشوف هل الكلام ده موجود في كل الادوار ولا عند لا تحت ما فيش حاجه يتشاف وفوق يتشاف وفوق ما فيش حاجه. ليه بقى؟ ليه ايه؟ يعني انا الحديد عندي اللي طالع فوق اهو ادي الاشاره بتاع فوق اهي بايظه اهي ماشي؟ والعمود دي دول كده سيخين دول سيخين منهم السيخ الاصلي ودي الاشاره اللي جايه من تحت الاشاره فالاشاره اللي جايه من تحت اهي لوحديها اهي ايوه وده ده سيخ العمود كده الا لما اركب جاكيت ومركب يعني ده الصح لان العمود بالذات لما اشرف في الجاكيت يعني تعالى عشان التصوير انت اطلع بقى انت ما تحبش تطلع انا عايز الناس كلها ما تصورش يعني جاك اللي هو زي كوريك كده يشيل محل العمود لكن انا لما اجي اشرف في عمود كده وانا مش محمل لان هو دلوقتي انا بدات العب في جسم الخرسان اولا هو العمود ليه نوعين من الشيل اللي هو بيشيل شيل ضغط الخرسانه بتشيل جزء والحديد بتشيل جزء فانا الحديد عندي لما يكون متقطع وبايظ ومهري بالمنظر ده كده يبقى في جزء من الحمل اللي بيشيله العمود راح مننا فبقى الحمل كله على الايه؟ على الخرسانه ما العبش فيها بقى الا عشان كده احنا لما بنيجي نشتغل في العمدان بنيجي نحمل جاكات علشان خاطر ايه؟ فطبعا هو كده انت عندك الواضح طبعا السبب هنا العمود الذهبي مش عارف اقول ايه الازهر الاسود الشقه كلها كده العمود ده هو بس المشكله ان احنا نشوف هل الكلام ده موجود في كل الادوار ولا عند لا تحت ما فيش حاجه يتشاف وفوق يتشاف وفوق ما فيش حاجه ليه بقى؟ ليه ايه؟ يعني انا الحديد عندي اللي طالع فوق اهو ادي الاشاره بتاع فوق اهي بايظه اهي ماشي؟ والعمود دي دول كده سيخين دول سيخين منهم السيخ الاصلي ودي الاشاره اللي جايه من تحت الاشاره فالاشاره اللي جايه من تحت اهي لوحديها اهي ايوه وده سيخ العمود الاشاره اللي جايه من تحت بايظه خالص فلازم يتشاف العمود من تحت نظيف ماشي هنشوفه بس ما فيهوش حاجه خالص معلش او زياده التاكيد ليك هو هنا يا استاذ هنا كان في تسريب ميه لا هو دي سباكه هو كانت في الحته دي لان انت تلاقي ايه؟ تلاقي العمود بايظ في التلت الاولاني السيخ يعني ما اتقطعش هنا وتلاقيه بايظ من فوق تحت ما فيش اي اثر خالص واللي فوق انا تحت لا انا بتكلم من تحت يعني من اول العمود يعني هنا بتكلم على الدور اللي تحت الراجل اللي فوق طلعت له برضه كان عباره ما فيش حاجه خالص لازم يتفتح مش لازم شروخ مش لازم شروخ ممكن يكون دخلت الخرسانه عنده كبير قوي عشان كده ما بيفتحش واخد بالك لكن هو طبعا اترمى لسه بيشط ما فيش اي حاجه لا ولا الضب ولا اي حاجه انا قلت هي المشكله هنا كانت في الشقه في السباكه ما اعرفش انت رايك ايه بقى شوف هو شط مره غرقت الدنيا وخربت البلاط ده كويس ولا شفته ولا ايه؟ مش عارف عايز تشاف برضه بس انت فاتح كده كام عمود؟ هو ده بس ده اللي فتحته ده مكتوب ثلاثة كلها ازاي؟ ثلاثة يا هندسة وده ثلاثة ده ما بنضيف كتير ما هو بص مش نظيف انا بنور ده معناه عايزه تيجي الحاجه الحلوه وهو نظيف لكن ده كده بس اشوف بقى هي وفي ده برضه ما هو بص ده اللي احنا كنا جوه عنده ده صح؟ اه ما هو طبعا ده في الحمام زيه بالظبط مش هيبقى زيه طب هو زي الكلام ده هو برضه نص المواضيع نفس الكلام ده
سيبها لك بقى. سببها الصرف وطبعا الزلط اللي كان موجود فيه املاح. طبعا ده هيتعزل كامل ولما هيتعمل بقى هيتعمل حديد تاني من جديد وهيتلبش بخرسانه نظيفه وفيها مواد كيماويه وفيها الياف وفيها تعالي من اجهاد العمود. خلاص بقى تنسى الكلام ده بقى ما يكررش تاني معاك. طيب هذا عمود كام عمود بقى؟ احنا هنشوف بقى. انت حاول بقى تعمل ايه لو انت حابب انك تكشف بس مش عايز بقى تفتح كده بقى. انا عايزك تفتح لي حته بص كده شفت من كان لكان بس وتشوف السوكه دي تطلعها لو كده تدخله في الحساب. انا مش هقدر احسب لك النهارده ما تعد لي عدد العمدان. ليه؟ لان اللي بيعمل عمودين غير اللي بيعمل اربعه غير اللي بيعمل ثمانيه. طب ممكن المفروض تشوفها. خلاص تعالى معايا خليك معايا بالهيتي وورينا بقيه. هات تعالى نشوف ده الاول هنا اهو. هو في مسمار وشاكوش يا هندسه؟ مسمار وشاكوش. هات مسمار وشاكوش اللي انت بتاعه. هنكتب الحاجات دي بقى في ورقه بعد كده.